فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله إلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، يقول: ولكننا لا نرى إلا القليل ممن يفعل ذلك، فهل هذا من السنن المهجورة؟ علموهم، أخبروهم بهذا، بينوا لهم هذا. نعم، أنتم المقصرون، لم تبينوا لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وكان واجب الإمام، وكان الواجب على الإمام أنه يهتم بهذا ويربي جماعته على ذلك حتى يعتادوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.